هاي جايز، عاملين ايه؟ اي هوب everyone is safe and healthy، واخدين بالكم من نفسكم كويس. فيديو النهارده جالي كذا ريكوست عليه، طلبوا مني توتوريال ازاي نعمل سموكي اي، فده اللي هنعمله في فيديو النهارده. لو انتم مهتمين بحاجه زي كده بليز كيپ اون واتشينج، ولو انت اول مره تشوفوني، انا اسمي هبه، انا بعمل فيديوز ميك اب وساعات حاجات تانية، سكين كير وحاجات تانية، وبنزلهم على اليوتيوب. فلو انتم مهتمين بحاجة زي كده تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتشغلوا نوتيفيكيشن بيل عشان يجيلكوا نوتيفيكيشن كل ما نزل فيديو جديد، ومن غير رغي كتير يلا نبتدي. طيب، اول حاجة لازم تعرفوها ان السموكي اي مش معناها اي شادو اسود او اي شادو بني غامق، او يعني ان هي لون معين. السموكي ده معناها افكت او شكل على العين، ممكن يبقى اي لون في الدنيا. لو عايزين تعملوا سموكي احمر، سموكي اخضر، سموكي اسود، سموكي بني، اي لون ممكن يبقى سموكي. النهارده انا هعمل سموكي اي بني او اي شادو بني، لان في الاغلب ده الموست كومن لون اللي بيتعمل سموكي، هو والاسود طبعا. بس الهدف من الفيديو هو مش الالوان، هو التكنيك، ان الواحد ازاي يعمل سموكي اي. وهعمل اتنين تكنيكس، واحد على عين دي واحد على عين دي، يعني هعمل يعني في الاخر هيطلع الشكل هو واحد بس تكنيكس مختلفة، واحد للبيجينرز او لسه مبتدئين في الاي شادو عامة، وواحد تاني هيبقى ادفانس شوية، لازم تبقي اوريدي متمكنة من الفرش بتاعتك، من ان انت بتعرفي تعملي اي شادو اصلا، عشان يعني لو غلطتي في التكنيك التاني ده هتبقى صعبة قوي الواحد يصلح. وزي ما بقول لكم السموكي ده ممكن يبقى اي لون، بس انا النهارده هعمله بني، وهستخدم الباليت دي من انستازيا بيفرلي هيلز، دي الامريزي باليت وده شكلها. والنهارده هستخدم الالوان اللي هي النيوترال كولرز دي، اللي هم البني دول والبني ده والبني والاسود الاخرانيين دول. واهم بقى من الاي شادو اصلا كل ده الاي شادو برايمر، لان الاي شادو لو ما يعني ما تحطش على بيز كويسه تمسك فيه، وعشان يعني ما يسحش طول اليوم، ما الاي شادو مش هيثبت على جفنك العادي. الاهم من الاي شادو نفسه، حتى لو التكنيك مش حلو مش احسن حاجه، الاي شادو برايمر هو اللي هيساعد اصلا ان الاي شادو يبلند بسهوله، ان هو يثبت طول اليوم وكل الكلام ده. فهبدا بالاي شادو برايمر ده، اي شادو برايمر من رير بيوتي، وبقى لي فتره بستخدمه حقيقي عاجبني. اوبشن كويس برضو اللي هو Urban Decay Eye Primer Potion، هحط لكم صورته هنا على الشاشة. وفي كذا حاجة تانية بس أنا ما استخدمتهاش، زي اللي هو الأناستازيا بيفرلي هيلز Eye Shadow Primer، وفي النارز. فأنا كده حطيت البيس بتاعتي. طبعا يفضل في لما تيجوا تعملوا سموكي عين هحط برضو تحت العين شوية، عشان هنحط Eye Shadow هنا برضو عشان نبقى البيس بتاعنا جاهز. يفضل طبعا كل واحد يعني حر، يعني على حسب برضو الاي شادو اللي انت تستخدميه، بس انا بفضل ان انا اعمل، يعني لو هعمل سموكي اي شادو ان انا اعمله قبل الفاونديشن والحاجات دي، عشان ساعات من كتر الاي شادو بيقع على الوش، فلو وقع بقى على الفاونديشن هتبقى مشكلة. بس بفضل ان انا اعمله قبل الفاونديشن، بحيث لو في اي حاجة وقعت على وشي اقدر انضفها بسهوله يعني. طيب كده احنا بقى ايه، جفوننا جاهزه للاي شادو. هبدا بالتكنيك اللي هو السهل للبيجنرز، واول حاجه هاخدها فرشه كبيره، فرشه اي شادو كبيره، بس لازم تاخدوا بالكم حجم الفرشه يعني مهمه قوي في الموضوع ده، لان لو حاجه زادت عن حدها برضو هتقلب ان انت كانك واخده بوكس في وشك، واحنا مش عايزين كده. وهبدا باي لون من اللونين، يعني الاثنين شبه بعض قوي، بس انا ممكن ابدا بنيويوركر الشيد ده، ولان الفورميلا بتاعت انستازيا بيفرلي هيلز يعني جامده شويه، فانا هاخد بالظبط حاجه بسيطه قوي كده، وهنزل الزياده وهبدا بالراحه. يعني اهم حاجة الصبر، وما تدخليش باللون جامد وتبقي مستعجلة. يعني لو انت مستعجلة وانت نازلة ما تعمليش سموكي اي، لان ممكن الموضوع يقلب عكة خالص يعني. فهتأكد ان البيز ما فيهاش اي كريسينج، وهبدأ بشوية الاي شادو اللي على الفرشة دول، وهبتدي ان انا هلاير على الكريس. الكريس اللي هو الحتة التانية اللي هي في الجفن دي، بس انا هرفع وجهي عشان عندي عيوني مبطنه او جفون مبطنه، هرفع عيني شويه بحيث ان انا يبقى عندي مساحه ان انا احط الاي شادو.
فالشيد الاولاني اللي هو بيبقى افتح شيد بنسميه الترانزيشن شيد او الشيد الانتقالي، وهبتدي ان انا ابص في المرايه واحط الفرشه على الكريس ده وبالراحه. بصوا برضو مسكه الفرشه مهمه، انا دلوقتي عايزه اللون الترانزيشن ده يبقى بلون اوت او خفيف او متوزع بشكل ما يبقاش متركز في مكان معين يعني، فانا بمسك الفرشه من الاخر عشان الايفكت بتاعه ما يبقاش يعني ما تبقاش الفرشه مضغوطه جامد على عيني، وببتدي ان انا اوزعه كده على جفني يمين شمال يمين شمال. الحركه دي بيسموها ويند سكرين وايبر موشن، يعني زي ما مسحات العربيه كده، وعلى الجناب حركات دائريه الجناب دي ودي، وفي النص رايح جاي زي مسحات العربيه كده. خليني اعمل لكم زوم اكتر عشان تبقوا شايفين بالظبط ايه اللي بيحصل. شايفين بقى اللون متوزع ازاي، وافضل يعني خدي وقتك في البلندنج خالص خالص، متستعجليش. مش عايزين يبقى في خط ما بين لون الجلد والاي شادو اللي احنا حطيناه، عايزينه يبقى سيملس كده او يعني مدموج بطريقه حلوه، الواحد ما يحسش ان في هنا لون اتحط جامد يعني. عشان كده بنستخدم فرشه يعني نوعا ما واسعه وفلافي يعني تبقى خفيفه كده، ونمسك الفرشه من الاخر عشان توزيع اللون يبقى خفيف. ولما احس ان خلاص اللون نزل من على الفرشه جامد ممكن اطلع شويه، يعني لما نقفل عيني كده هلاقي ان ممكن في حتت فاضيه شويه فوق، ساعتها انا ممكن برضو بضغطه خفيفه قوي على الفرشه ومسكاها من الاخر ان انا اطلع اللون فوق شويه، لانه اللون هنا بقى هيبقى خف لان هو اوريدي نزل من على الفرشه، يا دوبك بواقي بسيطه بس هي اللي باقيه على الفرشه واللي بتخلينا نطلع اللون شويه ناحيه الحاجب، ما نخبطوش في الحاجب علشان ساعتها كده هتبقى منظر صعب. وما يهمكوش لو انتوا جبتوا اي شادو لخبطتوا في اي حاجه على وشكوا، دي فكره ان احنا نعمل الاي شادو قبل ميك اب الوش كده. انا حاسه ان الدنيا بلندد بطريقه كويسه ومفيش اي هارش لاينز او خطوط باينه للون. وممكن لو انا عايزه برضو اخد حاجه بسيطه تاني من نفس الشيد واحط اتقل شويه اللون هنا بحيث ان هو يبقى سموكي وفي نفس الوقت ندي دايمنشن للعين. فدلوقتي عندي نفس اللون بس درجات، درجه غامقه هنا ودرجه فاتحه في الترانزيشن بفرشه بقى اصغر منهم هما الاثنين. انا يعني بقرب لكم قوي بس انا هوريكم برده عشان تبقى ايه تبقوا شايفين كل حاجه. دي اول فرشه استخدمناها، دي تاني فرشه استخدمناها، دي تالت فرشه هستخدمها. كل ما الفرشه تصغر الابليكيشن هيبقى دقيق. دي فلافي شويه لان انا هستخدمها في ان انا برضو ادمج، بس انا عايزه الابليكيشن يبقى دقيق شويه عشان هستخدم بقى اللون البني ده اسمه 1988، وهاخد برضو حاجه بسيطه على الفرشه دي ونزل الزياده. وخدوا بالكم احنا ممكن بعد ما نخلص نحس الدنيا لسه فاتحه قوي عايزه اغمق، فساعتها هحط تاني يعني، لكن لو بدات بغامق قوي مش هعرف افتح هيبقى الموضوع اصعب كتير. فبالفرشه دي وهحط برضو في نفس المكان، بس ساعتها هنا بقى الموضوع هيبقى دقيق اكتر لان انا بحطه على الطرف خالص عند الكريس وبدمج برضو على جوه. شايفين بقى، وممكن اعمل نفس الحاجه بقى في الجزء الجواني للعين الحته اللي جوه الانر كورنر يعني كده. كاني بعمل العين 3D يعني. انتوا برضو لو عندكم حس فني شويه، انا فاهمه ان مش كل الناس عندها حس فني، بس يعني تخيلوا العين دي عباره عن كوره which it is يعني، بس احنا بنعمل زي بنظللها يعني، فانت عايزه حتت تبقى بارزه وحتت تبقى داخله لجوه، فاللي داخل لجوه ده اللي هو الغوامق. شايفين بقى الفكره. ولو عايزه اغمق هاخد هفضل الاير يعني، هي السموكي اي شادو عباره عن ليرنج او طبقات طبقات طبقات. برضو هحط كده الاول وهنا نفس الحاجه وادمج.
وهرجع الفرشة الأصغر شوية عشان أعرف أدمج تاني أطراف اللون الغامق عشان يدمج مع اللون الأفتح اللي قبل. فأنا حاسة كده ممكن ناخد بقى الفرشة الكبيرة خالص وندمج طرف الأي شادو من غير أي برودكت زيادة. ممكن دلوقتي اخد الاسود على طول او اخد البني المحمر ده. هجرب اللون البني المحمر الاخير اللي اسمه يوجو ده لونه. وبرضو احنا بنلير الالوان في نفس المكان بس بتدريج، فانا هاخدها على نفس الاماكن بالظبط بس بقى بدقة اكتر، يعني هحطها هنا. هرجع باللون اللي قبله اللي هو التالت واحدة تالت فرشة، مش اللون قصدي الفرشة، وهدمج اللي احنا عملناه ده. دلوقتي ممكن برضو نحط اسود وممكن نسيبه كده. والاسود هيبقى فكرته ان احنا نغمق، مش ان احنا مش هيبان اسود، يعني هيبقى برضو عارفين لما تيجوا تدهنوا مثلا اوضة في البيت او اي حاجة واللون طالع فاتح شوية فتزودوه اسود عشان يغمق، بس يعني ما بيبانش اسود في الاخر، بيبان ان اللون اغمق. هو ده لو حطيت اسود هيبقى ده هدف الاسود. ممكن بنفس الفرشة الصغيرة دي هاخد اللون الاسود ده اسمه بي كي، حاجة بسيطة انا مش عايزاه زي ما بقولكوا يبان اسود، انا عايزاه يغمق بس الدنيا يعني. هرجع للفرشة اللي قبليها على طول وادمج الاسود ده، وعايزة ادخله شوية كده في الجفن من قدام. دلوقتي ممكن نحط شيمر او مات، يعني الحته الوسطانيه بقى اللي في النص ممكن ده وقت ان احنا نحط شيمر. ممكن نستخدم حاجه مات برضو، انا مش بفضل المات قوي، بحب السموكي يبقى سباركلي، يعني في الغالب الواحد بيعمل حاجه سموكي في مناسبه او كده، فانا بحب الموضوع يبقى سباركلي. فانا ممكن اخد الشيد واحد من الشيد دول او اكتشي ممكن الاير الاثنين، ده واحد برونزي شوية اللي هو ده واحد على ذهبي شوية، فانا ممكن اكشلي استخدم الاثنين، او ممكن نخليها بلاش نستخدم الذهبي نخليها برونزي عشان تليق مع الدنيا الغامقة شوية. فخلينا في اللون الغامق ده اسمه جورجينا اللي هو اللون البرونزي ده. فانا بحب اخد الالوان الشمر على صباعي اللي هو قبل الاخير، وحاليا هبتدي من النص وبعدين عشان ادمجه هبتدي اوزعه، يعني بعد ما يخلص من على صباعي هوزعه، هوريكم يعني ازاي. هبتدي احطه في النص كده واوزعه في الحتت اللي هي الفاضيه كده بالطبطبه. طبعا ممكن لو اللي مش عايز شيمر برضو عشان اوريكم، ممكن اوريكم وانا بعمل العين التانية ان نفس الالوان البني ده او اللي هو اللي هيبقى اغمق حاجه بقى هي اللي تتحط على الحته الفاضيه اللي ما حطيناش فيها اي شادو كده. وممكن بقى عشان ادمج من غير اي برودكت زياده ادمج اطراف الشيمر ده كده وكده. انا مش عارفه قد ايه اتقطع من الفيديو، الكاميرا قفلت وانا بصور، بس انا رجعت لكم تاني. وخلينا بقى نكمل العين الثانيه، و هتأكد ان الاي بيز او الاي برايمر ما خططش. خليني بقى اوريكو التكنيك اللي هو مش للبيجنرز قوي، يعني عايز حد متمكن شوية في الاي شادو والفرش والكلام ده. واللي احنا هنعمله هو حرفيا عكس اللي احنا عملناه في العين الاولانية، بان انا اخد اللون مثلا الغامق، او حتى ممكن ابتدي باللون ده الاول علشان ما يبقاش غامق قوي عشان اعرف اعمله نفس العين دي بالظبط، وان انا هبتدي بالغامق للافتح. ومحتاج دلوقتي فرشة مبططة زي دي علشان اباك بيها اللون، او يعني اخد افرده كده على الحتة اللي انا عايزاه. فهاخد اللون البني اللي هو مش اغمق حاجة اللي هو 1988 ده، وهاخد شوية على الفرشة دي المبططة، وهبتدي ان انا احطه بقى في الاماكن اللي انا عايزاها اغمق، يعني هنا مثلا كده. طبعا دي ريسكي قوي، لان انتوا لو طلعتوا اللون الغامق بعيد عن مكانه الدنيا هتبقى يعني شكلها صعب قوي، مش هتعرفوا اللون الغامق هيطلع فوق ناحيه الحاجه، بساعتها مش هتعرفوا ترجعوا لورا تاني. عشان كده بقول لكم ان التكنيك ده اصعب شويه. وهرجع بالفرشه البلندنج اللي هي الواسعه اللي هي مش كبيره قوي ولا صغيره قوي، وهبتدي ان انا ابلند الاطراف بتاعت اللون الغامق ده. وهاخد بالي برضو انها مطلعش قوي لفوق،
عشان انا عايزة اللون الغامق زي ما انا مركزاه على الحتة يعني الصغيرة اللي هنا وهنا بالظبط، ان انا ما بعيدش عن الحتة دي. وهسيب برضو الحتة الوسطانية دي فاضية علشان نحط فيها الشيمر بتاعنا. فانا دمجت كده شوية اللونين دول. وطبعا زي ما بقول لكم هنا بقى، لو انتوا هتعملوا التكنيك ده اللي هو الغامق الاول ده بقى لازم، يعني انا ما فيش اوبشن بالنسبه لي، لازم اعمل الاي شادو قبل ميك اب الوش، لان الطريقه دي يعني ممكن زي ما انتوا شايفين الاي شادو نزل تحت خالص ممكن يعك لنا الميك اب خالص. فكده عملت الغامق، ممكن ارجع باللون بقى الاف اللي هو الفاتح اللي احنا استخدمناه في الاول اللي هو كان نيويوركر ده، وبنفس الفرشة دي بس هاخد حاجة بسيطة وابتدي اليرت كده فوق على اطراف بقى الغامق ده. وهنا اخد بالي بقى ما اطلعش باللون لحد حواجبي، علشان احنا عايزين عند الحواجب يبقى اللون الخفيف ده. لو طلعت الغامق لفوق خلاص الموضوع انتهى. طبعا ده محتاج بقى بلندنج اكتر من الطريقة التانية، خدي وقتك على الاخر. اول ما احس يعني ان الفرشه فضيت شويه ممكن اطلع سنه بسيطه، لان احنا ستيل عايزينه متدرج اللون او الالوان كلها متدرجه. وممكن بقى بالفرشه الاولانيه من غير اي حاجه خالص ادمج طرف برضو اللون البني الفاتح ده. هنا بقى ممكن نجيب الفرشه الصغيره تاني ونغمق كده، برضو بحطه في نفس مكان وبالزيادة بمشي في الكريس بتاعي عشان اعمل الدايمنشن. فاكرين لما قلتلكو كأنها كورة، حاجات الغامقة بتنزل، يعني لما تحطوا حاجة غامقة بتنزل زي كونتور كده، لما تيجوا تعملوا كونتور هنا بتبقوا عايزين الحتة دي كأنها تدخل كده لجوه، والهايلايتر بيرفع الحتة. هذا اللي احنا بنعمله. وممكن ناخد الفرشة الصغيرة خالص دي وناخد حتة اسود بسيطة قوي. هو احنا انا مش فاكرة في اللوك الاولاني استخدمنا ده ولا اللوك، قصدي العين ده مش فاكرة حقيقي، بس هاخد الاسود شوية حاجة بسيطة جدا وابتدي اغمق الكورنرز بتاعتي. وهرجع ادمجها دلوقتي حالا حالا الفرشة الاكبر شوية وابتدي ادمج. هي محتاجة يعني التكنيك ده بتاع يعني اللي هو الأصعب شوية محتاج صبر أولا عشان تاخدي وقتك في الدمج، ومحتاج يعني تبقي واخدة بالك كويسة قوي، يعني تبقي very careful. ودلوقتي هاخد نفس الشيمر اللي احنا استخدمناه وهحطه بنفس الطريقة. طبعا لو مش هتستخدمي بقى شيمر تحطي اللون البني في النص عادي مكان اللي احنا كنا سايبينه. وبالفرشة الصغيرة هادمج اطراف الشيمر ده عشان كل الالوان تبقى متداخلة مع بعض. وبكده نكون خلصنا النص اللي فوق للسموكي اي. دلوقتي بقى عشان نبدأ الميك اب بتاع الوش لازم ننظف الهبل اللي احنا عملناه. ففي كذا طريقة، في طريقة الميك اب ويبس وتمسكيها كده وتمسحي الاي شادو على الشكل اللي انت عايزاه. انا ما بحبش استخدم الوايبس، لكن دي طريقه لو انت على طول عندك ميك اب وايبس ما فيش مشكله. وانا الطريقه اللي انا بحبها هي المايسلر ووتر، والمايسلر ووتر اللي انا بستخدمها على طول هي بتاعه جارنيه، وممكن تستخدموها مع قطنه ودان زي دي او قطن اي قطنه يعني، بس لازم تاخدوا بالكم قوي دي عشان هتبقى دقيقه في النظافه اللي احنا هنعملها. وممكن اصلا تستغني عن كل ده وتعمليها بالكونسيلر. فهاخد حاجه بسيطه من المايسلر ووتر على القطنه دي واتاكد انها مش مليانه قوي، يعني انا عايزاها تبقى مبلوله بس مش غرقانه، لانها ممكن تبوظ لنا الاي شادو لانها بتسرح زي الميه فممكن تمشي يعني مثلا على وشك. وهبتدي ان انا يعني انا بحب اعملها ازاي، ان انا بمشي مع خط رموش اللي تحت وامسح اي زيادة، والناحية التانية نفس الحاجة كده. وانا بحب اعملها بالطريقة دي لان انا
يعني عينيا نازلة لتحت يعني وقع كده شوية، فالطريقة دي ان انا برفع بيها عيني زي الايلاينر بالظبط. وبمناسبة الايلاينر، حاجة من اللي بتساعد السموكي اي يبقى شكلها سموكي اكتر هو الايلاينر، وكمان الكحل في الووتر لاين او اللي هو مكان اللي فيه رموش. فاكتشلي ممكن اعمل كده علشان اوريكم كل الاوبشنز. وانا كده خلصت الوينج، وده شكل السموكي اي بعد ما عملت الايلاينر بوينج كبير وكل حاجة. دلوقتي ممكن اروح اطلع اعمل الفيس ميك اب وارجع اوريكو ازاي هنكمل باقي العين وازاي اللوك كله هيبقى كامل بعد السموكي اي شادو اللي احنا عملناه. انا كده خلصت معظم الميك اب اللي انا عاملاه في وشي، وزي ما انتم شايفين مش مكتره قوي من البلاش والكونتور، لان احنا لما بنعمل سموكي اي بنبقى عايزين الاتنشن كله او يعني الاهتمام كله او الضوء يعني يبقى متركز على العين بس. ونفس الكلام على الشفايف، حطيت ليب لاينر نود خفيف وعليه ليب جلوس برضو لونه نود. فاللي هنعمله دلوقتي لسه ما حطيناش ماسكارا، فممكن نجيب ماسكارا. انا هستعمل دي، يعني هي مش ماسكارتي المفضله بس هي اوبشن حلوه قوي والناس كتير انا عارفه ان هي بتحبها. فزي ما انتم شايفين الايلاينر خلاص نشف، فهبتدي ان انا احط الماسكارا. في ناس بتحب برضو تعمل كيرل الرموش بتاعتهم بالايلاش كيرلر، انا رموشي واقعه كده كده فمهما عملت بالايلاش كيرلر ما بيفرقش حاجه. طبعا في ناس برضو هتبقى عايزه تحط رموش، بس عشان ابسط الموضوع على الناس اخلي اللوك النهارده بمسكرة بس. ولو جبتوا مسكرة على جفونكم ما تقلقوش الاي شادو ما بصش، بس اهم حاجه تسيبوا المسكرة تنشف خالص خالص وبعد كده تشيلوها باي فرشه. وبعد كده هنرجع بقى للاي شادو بتاعنا، وهنستخدم نفس الالوان نفس اللي عملناه فوق هنعمله بالظبط تحت العين، بس هجيب يعني اصغر فرشه اللي هي السودا دي، وهبتدي بالشيد ده. مش هبقى عايزه اغمق قوي تحت العين، في ناس بتحب بس انا عشان عينيا صغيره مش عايزه اغمق قوي تحت العين، يعني مش عايزه اخد الاسود او البني الغامق خالص. وهنزل الزياده دي وهبتدي ان انا احطها قريب قوي من خط الرموش، وبفرشه الصغيره اللي هي المقاس دي. مش هعمل اي حاجه غير ان انا هبلند اللي انا عاملاه، بس عشان هي كبيره شويه على تحت عيني هرصها كده وارفعها وادمج اللون اللي احنا حطيناه عشان ما يبقاش خط كده. وهاخد اللون الاولاني اللي احنا استخدمناه ووزعه تحت عيني برضو بنفس الطريقه، واللون ده هربط بقى الاي شادو اللي فوق بالاي شادو اللي تحت عشان يبقى كله داخل في بعض. وبعد كده نحط مسكرة تحت الفرموش التحتانية عادي. فاضل ستيب كمان وهتفرق قوي في شكل الاي لوك، وهي ان احنا هنهايلايت حتت معينة في العين. وممكن تستخدموا اي هايلايتر انتوا بتحبوه، انا هستخدم الهايلايتر اللي في الباليت دي بتاعت نارز، دي اسمها نارز اكسبوز تشيكس باليت، وفيها لون هايلايتر حلو قوي هوريهولكوا دلوقتي. هو ده يعني لون زي شامبين كده. فهجيب فرشة صغيرة، والحتتين اللي هنعملهم هايلايت في الاي ميك اب هي عظمة الحجب دي اللي احنا كنا سايبين الاي شادو ما يجيش عليها كده، وطبعا لازم نبلندها مع الالوان اللي تحتيها ما تبقاش برضو خط كده، وكمان الانر كورنر. ممكن استخدم صباعي عشان الفرشة دي كبيرة، اي فرشة صغيرة برضو عندك تعرفي تحطيها كده في الانر كورنر. وهاخد شوية هايلايتر كده وانور بيه الجزء ده بس كده. وده كان كل فيديو النهاردة. لو عجبتكم التوتوريال دي واستفدتوا منها اكتبولي في الكومنتس، وما تنسوش كمان تعملوا لايك على الفيديو، واكتبولي ايه حاجات تكنيكس تانية عايزين تتعلموها في الميك اب. انا يعني انا عارفه ان انا مش ميك اب ارتست ولا عندي كل الخبره اللي في الدنيا، بس عندي شويه معلومات اقدر اشاركها معاكم. قولوا لي لو عجبكم الفيديو، لو عايزين سموكي اي لون تاني اسود احمر اي حاجه قولوا لي في الكومنت سيكشن داون بلو. وبس كده،
يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو، كمان تعملوا لي سبسكرايب وتشغلوا النوتيفيكيشن بيل عشان يجيلكم نوتيفيكيشن كل ما انزل فيديو جديد. وكمان متنسوش تعملوا لي فولو على الانستغرام، هتلاقوني حاطه لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس. بس كده، thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye.